شوفوا سياده اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. يا بابا. اه حبيبي. اول مره زورني في ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي. انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا ومع بنته جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني صاروخ. يلا يا ابني تاني يا بابا. يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يا ظلم ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش. اهلا بسيوني. يا باشا يا ابني روح شوف عروستك. يلا بسيوني. صباح الخير يا بسيوني. صباح الخير. سلام وخورا من ربنا الرحيم. ايه انت شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. انا هستنى معاك. انا عايز اقول لك على حاجه. ايه اللي حاجه يا بسيوني؟ واللي بيسمع يا بسيوني بس اتفضل يا بسيوني يا حبيبي. انا بقول لك استنى بس. انا اتاخر قوي يا عبد السلام. اكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. العاني يا بابا العاني يا بابا. شفت بسيوني عمل فيا ايه يا بابا؟ البنت اتنرمطت. ابنك عمل في البنت ايه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم. اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ انا من دلوقتي هتبقى في سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه؟ بلا نفسيه بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامي. يلا يا بابا والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه بلا كلام فارغ. يلا اركب العربيه بلا شيل التقدم. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاتل الساير يا بابا. يلا يا بنت يلا الجري قدامي. انت اكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بس تعمل كل اللي يجري لك. بابا ده ممكن ينقلك حلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جوازي من الجورنان دي يعني مهمه قوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعدة صواريخ. الله ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحة. أقوى شخصية في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الأرياف يا فندم. لما هو كفاءة وجامد كده مش كنا احنا أولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم إنه بيخدم في منطقة مقطوعة عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. انت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحة أنا أول ما بصيت في وشه خفت. جسمي أشعر لدرجة إن أنا فكرت أغيره ليكون أكبر من المهمة. بالعكس واد زيادة هو المطلوب بالظبط. أنت شوقتني أشوفه. يومين اتنين يا فندم وإجراءات نقله تتم خالص. أنت لسه بتحبني؟ وأفضل أحبك طول العمر. أحبك. أوباش مسك كده نكبس عليهم بقى ونعمل فندم والنبي. اصبر يا زفت خليهم يسخنوا على بعض شويه تيجينا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك كنت هقضيها ازاي. ما تخلص يا عم الرومانسي ما تتعبناش. احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول عمرك انت. لا مؤاخذه يا باشا اوباش كده سخنوا قوي نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا اليوم عرفتك احنا انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدة يا حيوان. ايوه يا ابي ده الجهاز بيترعش من الفرحه. حازم تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبه لي من تحت قطيع الارض. ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك. تجيبهولي حيا او ميتا. علم يا سعاده الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم دول عاملين لي فيها تمر وشرير. يا راي يلا. بابا معاك. اهلا اهلا. اتاخرتوا ليه يا اولاد؟ عشان عمو ده لونا وصوت. برافو يا حبايبي. انا مالي يا بابا اذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى ما تنتحر في 60 داهيه. ايه؟ عمليه تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها. اه هيشفط ايه ولا ايه؟
احنا لحقنا ابوها ينتقم، وبعدين ينتقم بقى احنا ما بيهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا ودني. بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه حازم بسيولي الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يا ابني لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بصحى. والله وحشتني بس. والله وانت كمان. طب فاكر يا ابني لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ ورقبتي كانت هتتكسر بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر. انت صعبت عليا. بنسى الحاجات دي. والله وحشني. وانت كمان يا بسيولي. قول لي حازم بالحق انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيولي. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيولي. لا والنبي اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا؟ ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه. كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان. عايزين ينقلوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه. انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكي ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر. بس يا ابعد لك عيش وحلاوه كل يوم. يا فقر. كل يوم ابعد لك عيش وحلاوه. يحيى العز يحيى العز. قدامي. تمام يا فندم. قبضنا على الضابط بسيوني. الله يخرب بيتك. انت ايه اللي هببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس؟ ليه بس يا بيه؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا. انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب قرب من قدامي. وحسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم اهو زعل. يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا. افتحي الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف الباير ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها يا فندم؟ انت هتبتدي على مضى؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين. عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. انا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم. يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط. ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم. ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ صرع يا فندم. ايه؟ صرع يا فندم. صرع. ألف سلامة للهارم الصغيرة يا فندم، ربنا يشفيها لساعتك. مش ده ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم. ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الظابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت؟ باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف ساعتك؟ شايف نظره الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم صقر. خلاص انا متفائل بيه والوزاره كلها متحمسه له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهره. التزموا السريه التامه. ها جاهزين؟ تمام يا فندم. على بركة الله. نجدة باشا الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط باسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الأول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. ايه؟ ده غير الأخلاق والأدب والمثالية اللي هو فيها.